فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. كنا في الحلقة الماضية مع المؤلف رحمه الله تعالى، وقفنا عند بيان الفرق بين مفهوم اللفظ المطلق وبين المفهوم المطلق من اللفظ. قال: فإذا أخذت فإن اللفظ يستعمل مطلقا ومقيدا، فإذا أخذت المعنى المشترك بين جميع موارده مطلقها ومقيدها كان أعم من المعنى المفهوم منه عند إطلاقه، وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة. وأما معناه في حال إطلاقه فلا يحصل بعض معانيه عند التقييد، بل يقتضي أمورا كثيرة لا يقتضيها اللفظ المقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع الشيخ رحمه الله في بحثه في الأمر المطلق ومطلق الأمر، وسبق هذا في آخر الحلقة السابقة. وقلنا فيه فرق بين المطلق الأمر المطلق ومطلق الأمر، هذا شيء معروف. فإذا أمر بالمخالفة، مخالفة الكفار، أمر بمخالفة الكفار فهذا أمر مطلق يقتضي مخالفتهم في جميع الأمور الخاصة بهم، سواء كانت من دينهم أو كانت من عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم. ولا يقتضي هذا أنك إذا خالفتهم في بعض الأمور يتحقق فيه المخالفة المطلوبة شرعا، بخلاف ما لو نهي عن مخالفتهم في شيء معين، في شيء معين، فإن هذا الأمر يقتصر على هذا الشيء المعين لأنه مطلق أمر وليس أمرا مطلقا. نعم. قال رحمه الله: كثيرا ما يغلط الغالطون هنا، ألا ترى أن الفقهاء يفرقون بين الماء المطلق وبين المائية المطلقة الثابتة في المني والمتغيرات وسائر المائعات؟ نعم، وهذا مثال آخر. الماء جنس يدخل تحته أنواع، منه الماء الذي أنزله الله جل وعلا من السماء أو أنبعه من الأرض وجعل منه كل شيء حي، من الحيوانات والنباتات التي تعيش على هذا الماء، ومنه الماء النازل من الفحول من الحيوانات والآدميين. الله خلق كل دابة من ماء، خلق كل دابة من ماء، فهذا الماء يراد به المني، فيراد به المني النازل من أصلاب الفحول إلى أرحام الإناث. وكذلك يطلق الماء على المياه المتغيرة التي لم فالماء الذي أنزله الله أو أنبعه من الأرض أيضا ينقسم إلى أقسام ثلاثة كما ذكر الفقهاء: الماء الطهور وهو الباقي على خلقته، والماء الطاهر وهو الماء الذي لم يبقى على خلقته وإنما تغير بشيء طاهر، والماء النجس وهو الذي خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه من الطعم أو اللون أو الريح. فالماء جنس تحته هذه الأنواع. نعم. قال: فأنت تقول عند التقييد: أكرم الضيف بإعطائه هذا الدرهم، فهذا إكرام مقيد، فإذا قلت أكرم الضيف كنت آمرا بمفهوم اللفظ المطلق، وذلك يقتضي أمورا لا تحصل بحصول إعطائه درهما فقط. نعم، إذا قيل أكرم الضيف فأعطه هذا الدرهم، فهذا يتقيد بإعطائه الدرهم، إكرامه بإعطائه الدرهم فقط، ولا يتناول جميع أنواع إكرامه، بخلاف ما إذا قيل أكرم الضيف بدون تقييد فهذا يشمل جميع أنواع الإكرام المطلوبة كما سبق. نعم.